كل المصائب تأتي من الشاه وحاشيته. أنت غال علي جدا، وإلا ما كنت ترى بعد اليوم ذلك الحقير في مكتبته. على الرغم من معارضة السيد كشاني لرئيس المجلس، فقد وافق النواب في النهاية على لائحة تمديد صلاحيات رئيس الوزراء لمدة سنة. ففي الحقيقة أصبح مصدق وكشاني نكرتين لا أكثر، قصبين مبعثرين يمكن كسرهما بسهولة. برأيي أن الكثير من الأمور ليست من سلطة السيد كشاني، علينا أن نتصرف بأنفسنا. يوجد مال، أريد رجلا كفوءا، أريد جيشا أيضا. يا صاحب الجلالة، ألقوا القبض على زاهدي بأمر من مصدق. بأي تهمة؟ التآمر ضد الدولة وتحريض أنصار الحزب الشيوعي. إنني أقول لكم وبحزم، إن توقف الدكتور مصدق عن خرق القوانين فسأحميه. لم آتي إلى هنا للحرب، بل أتيت براية بيضاء للصلح. سنصبح يدا واحدة مرة أخرى، وسنوقع بيانا مشتركا لوضع مخرز بعين الأعداء ولإنهاء الخلافات. ولكن أولا يجب أن يتم الإفراج عن نواب صفوي. حضرة السيد مجتبى نواب صفوي، أنت حر. عاش نواب، عاش نواب، عاش نواب، عاش نواب، عاش نواب. قال الله الحكيم في كتابه الكريم، والله يحب الصابرين. نور أفاق. للأسف حالة السيدة ليست مستقرة. سنجتمع معا مرة أخرى. لا تقلق يا أبي. فدای عشق و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امیدت، رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی‌نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند. کلام شد گلول باران، به خون کشیده شد خیابان، ولی کلام آخرین شد که جان من فدای ایران. کمان بیا زمان نو شد، خیال عاشقان نو شد، هزار دل شکست و هزار و یک بهانه نو شد. ایران به خاک خسته تو سوگند، به بغض خفته دماوند، که شوق زنده ماندن من
به شادی تو خورده پیوند، به شادی تو خورده پیوند. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی‌نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند. في هذه الحلقة مكيدة البلاط ضد الحكومة، إلقاء القبض على شعبان جعفري. ما أخبار الأدوية التي سيأتي بها من الجنوب؟ ليس لدي علم بها. ماذا حدث في المجلس؟ ألم يكن سيوافق على خطة تحرير أراضي المنطقة الشرقية؟ لا أعرف. لقد أصبح حضور ملك الملوك باهتاً في الساحة السياسية. قم بوضع برنامج ما ليفهم مصدق أن هذا البلد يحكمه شاه. مثلاً لعلاج الملكة ثريا يجب أن يسافر الشاه إلى خارج البلاد عن طريق البر. هذا الأمر له عواقب، إن شاع بين الناس بالتأكيد سيسوء الوضع كثيراً. بالعكس، من الجيد أن يتسرب هذا الخبر في المجتمع. ولكن لما عن طريق البر؟ كي تقول إن الخطوط الجوية غير آمنة، قد يحاولون اغتيالك، وهذا أصلاً غير جيد بالنسبة للحكومة. كما أن هناك برنامجاً للمدن التي تقع على الطريق، وهكذا يمكن للناس أن يأتوا لاستقبال مليكهم. عملاؤنا يعرفون جيداً كيفية الاستفادة من هذه الفرصة في ضرب معارض جلالتك. والآن ماذا علي أن أفعل؟ يا صاحب الجلالة، لقد أتى السيد مسعودي والسيد رشيديان. السيد مسعودي رجل ماهر جدا. بمجيئكما اكتمل حديثنا الساخن. حديث ساخن وشتاء ساخن في المستقبل القريب. بشرط أن يسجل جيشكم السري والسيد مسعودي حضورا سريعا ومؤثرا في الساحة. ماذا تقصد؟ أقصد موميسات المنطقة حسنة السمعة، بالإضافة للمتنمرين في المنطقة الحسنة السمعة ذاتها. يبدو أن هذه النهضة تحتضر ونشهد أيامها الأخيرة في البلاد. يا سيد أتباعي، لقد قررت وبالإجماع مع صاحبة الجلالة ثريا أن نقوم بالسفر إلى أوروبا لعلاجها، للعلاج والسياحة أيضاً. بالسلامة واليمن والسعادة يا صاحب الجلالة. هذا القرار الحكيم له تأثير كبير جداً على معنويات صاحبة الجلالة. بالطبع سيكون سفرنا عن طريق البر. ماذا؟ لماذا عن طريق البر؟ لعدم وجود الأمان في الخطوط الجوية، وفي الوقت نفسه الملك في البلاد حياته ليست مضمونة. أدرك هذا صاحب الجلالة، أدرك هذا. فلتنسق الأمور إذن. سمعا وطاعا صاحب الجلالة. لا
لابد أنكم تدركون مدى خطورة الوضع وحساسية ما نخطط ونقوم به. خطأ صغير واحد سيكون قاتلاً لنا. لا تقلق أبداً يا عزيز شر. حالما تطأ قدما صاحب الجلالة أول مدينة بعد طهران، سنشعل ناراً تطاول كل مؤيدي تأميم النفط وسنجعلهم يلذون بالفرار بسرعة. أليس كذلك؟ كل عملائنا جرى إبلاغهم وإفهامهم المهمة وهم مستعدون. لقد وصلت إلى مسامعي أخبار سيئة للغاية من مختلف المدن. على ما يبدو أن هناك مجموعة من الناس في صدد إثارة الشغب. يريد الشاه أن يسافر للخارج لمعالجة زوجته أيها الحاج. مغادرة الشاه البلاد بهذه الطريقة تعتبر بمثابة مقدمة للشغب والفوضى. لقد أخبروني من تبريز أن هناك مجموعة من الأوغاد والأوباش احتشدوا في مسير الموكب الملكي. يريدون بحجة استقبال الشاه ومنعه من السفر لخارج البلاد أن يجروا البلد إلى الفوضى. يجب عدم السماح بتنفيذ هذه الخطة، والحل هو أن نصرف نظرهم كليا عن الشاه. خبر عاجل، خبر عاجل، سفر صاحب الجلالة المفاجئ عاجل، خروج الشاه من إيران عاجل، يسافر الشاه لمعالجة زوجته إلى خارج البلاد، خبر عاجل. مرحبا يا سيد الجلالة. خبر عاجل، خبر عاجل، صاحب الجلالة. هل أتيت يا دكتور؟ هل تتناول الفطور؟ اكتفيت. إذن من بعد إذنك سأعينك. ما الأخبار؟ الأوضاع سيئة يا صاحب الجلالة. الجميع يسعى للربح الوفير، والانتهازيون يستغلون الفرص، والمساكين يتضررون. الآن خذ نفساً عميقاً. أوضاع استيراد الأدوية سيئة جداً. البرلمان والحكومة معلقان بين السماء والأرض. لقد أحرقت البلاد في النار يا دكتور. لا، لم تحترق بعد. أقصد أنه حان وقت تغيير مواقع أحجار الشطرنج. على البلاط أن يجد تشكيلة أخرى. يجب أن يكون وزير البلاط شخصا آخر. يجب أن يكون لدى رئيس المراسيم الملكية وضع آخر. أستميحك عذرا. على الدولة أن تلزم الرجال بوضع عطر يتناسب مع موضة العصر، وتلزم الأنسات والسيدات بارتداء ملابس ملونة وجذابة والحضور في المجالس والمآدب. وهكذا يا صاحب الجلالة سيفتتح فصل جديد من مراحل عظمة الدولة البهلوية. عظمة ماذا؟ هذا ذم أم نصيحة يا دكتور؟ أستميحك عذرا، لم يكن ذما ولا إدلاء بنصيحة، بل إخلاص، إخلاص فحسب. الشغف الزائد يجعل المرء جريئا. عن إذن جلالة. إلى أين؟ سأذهب إلى الملكة صاحبة الجلالة. Queen plus member and يكفي لليوم. تقدمك بطيء جدا يا صاحبة الجلالة. عليك أن توجدي الدافع في داخلك. يتوجب على ملكة إيران مثلا أن تتحدث بكل طلاقة مع رئيس أمريكا
أو ملكة بريطانيا. سأبذل قصارى جهدي. من الواضح أن الظروف السياسية تؤثر عليك على نحو جلي. أوصيك بعدم الانحياز، كل شيء في هذا البلد غير معلوم. إن كنت مع هذا الجناح فستكونين سيئة للجناح الآخر، إن كنت مع هذا الحزب فالأحزاب المنافسة ستخاصمك، وفي النهاية ستكونين سيئة بالنسبة للعديد من الناس. أما إن كنت محايدة فإنه يمكنك أن تركب الموجة جلالة الملكة، وفي بعض الأوقات تواجهين أناساً يرتدون عباءة التأييد، وبلباس التأييد هذا تدخلين بسهولة في معمعة مع المؤيدين حتى تصلي إلى مرحلة لا تعرفين فيها العدو من الصديق. طبعاً هناك من هم أصدقاء، أي عندما يلتقون بك يتعاملون بطريقة تجعلك تصدقهم، لكن عندما تحتاجهم لا تجدهم. تماماً كالسيدة فروغ ظفر التي أينما جلست تقول أنا التي كنت السبب في أن تصبح ثريا ملكة. لكنها لا تجرؤ أن تقول هذا الكلام أمامي صاحبة الجلالة. دكتور أيادي، أتيت في وقت غير مناسب. لا، كنت سأغادر للتو، لقد كان درسنا منتهيا. كنت عند صاحب الجلالة فرأيت أن أتشرف برؤية صاحبة الجلالة لئلا تكون ملكتنا الجميلة مريضة لا قدر الله. هذه الأيام الكل مريض حضرة الدكتور. دواء الجميع هو الحياة. بالمناسبة كان السيد ريبورتر للتو يقول الكلام نفسه. يا له من توافق مثير يا شابور خان. حسنا، علي أن أغادر. عن إذنك. ما الأخبار يا صاحبة الجلالة؟ لقد تعبت، أدرس اللغة الإنجليزية وكل شيء أصبح رتيبا. أعتقد أنك بغياب صاحبة السمو أشرف يجب أن تأخذي قسطا من الراحة. مؤقتا، من غير الممكن أن تبقى هناك. بالتأكيد ستجد طريقة لعودتها. ابتعدي عن العائلة الملكية قدر ما تستطيعين، ما عدا صاحب الجلالة. بحسب علمي فجلالته مغرم بك. سأكون في العيادة طوال اليوم، يكفي أن تومئي بإصبعك. مريني وسآتي لك بإشارة منك، وآتي لخدمتك بسرعة. أتسمحين لي بالمغادرة؟ كيف حالك يا دكتور؟ ماذا تفعل هنا يا إرنست خان؟ جلست هنا لكي لا تزعج أفراد الأسرة المالكة الملكة صاحبة الجلالة باستثناء صاحب الجلالة. علي أن أحيط السادة أعضاء المحفل الماسوني علما بأن الملك والحكم ومصالحنا عرضة للخطر بشكل جدي. الحل الوحيد هو السعي لإبادة نهضة تأميم النفط والقيام بالانقلاب على هذه الحكومة أيضا. طالما هناك وحدة بين قادة ودعاة النهضة فصدقني هذا الشيء مستحيل جدا. يا حضرة الأستاذ المعظم، نحن لدينا إمكانيات تجعل كل ما هو مستحيل ممكنا. السيد داتنر رئيس اللجنة اليهودية وعضو محفلنا يعلم جيدا أن نجاح حركة تأميم النفط التي التصقت بشعارات كاشاني المناهضة للصهيونية في المرتبة الأولى ستعرض المصالح الإسرائيلية إلى الضياع والتلاشي، لذا سيقوم باستخدام كل إمكانياته. أي تنظيم لديه هذه الكفاءة البشرية؟ الأخوان ذكاء الملك؟ عائلة فرود؟ عائلة أروانيان؟ أم الأخوان هومان؟
في كل الأحوال لدينا مسؤولية تجاه إخوتنا الماسونيين في المحفل الماسوني الأعظم في بريطانيا. كل أعضاء المحفل الماسوني البهلوي 281 يدركون مهمتهم في حماية صاحب الجلالة. جلالة الملك ينوي السفر إلى خارج البلاد، علينا الاستفادة قدر المستطاع من هذا الحدث وذلك للقضاء نهائيا على النهضة. ستكون هذه خطوتنا الأولى. شكرا لك دكتور. أردت أن أذكرك أننا في الشهر الأخير من هذه السنة. حسنا. قلت لنفسي تيمنا ببدء السنة الجديدة لعلك تقرر إعادة النظر في وضع الجنرال زاهدي. أتعني أن أفرج عنه لأقع في ورطة؟ ليس هناك ورطة، مهما يكن فقد كنتما صديقين في زمن ما، انتهى كل شيء. أرجوك اقبل وساطتي وأصدر حكما بإخلاء سبيله. لكم سفرا سعيدا. سمعت أن السيد علاء قد أعد ترتيبات السفر. هذا ليس سيئا بالنسبة إلي، كل ما كنت تريده أنت كنت تقوم به دائما. وافقت على اللائحة، تسلمت الصلاحيات المطلقة للحكومة. لا أدري ما العمل الآخر الذي تريد القيام به في غيابي. من المؤسف أن صاحب الجلالة يفكر بهذه الطريقة. أخبرهم بالبدء. قف هنا يا سيد، قف. سنذهب من الباب الخلفي. اخرج يا مصدق، 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 اخرج ولا شأننا بك، اخرج هيا اخرج. معلمي معلمي معلمي، لقد فر مصدق من باب آخر. دعهم يخرسوا عزتي، دع هؤلاء يخرسوا. هيا فلنذهب، هيا توجه نحو بيته، هيا بنا بسرعة. فلنذهب تلك السيارة، هيا فلنذهب باتجاه بيت مصدق. حاضر يا معلم. هيا اخرج يا مصدق، اخرج يا مصدق، اخرج يا مصدق، هيا توجه نحو بيته، هيا بنا بسرعة. اخرج يا مصدق، هيا فلنذهب باتجاه بيت مصدق. اخرج يا مصدق، اخرج يا مصدق. قائد الشرطة يتكلم. فلتستنفر الوحدات قرب منزل رئيس الوزراء. ارفع لي تقريرا عن الأوضاع حول القصف. حاضر سيدي.
الموت لمصدق، 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 اخرج يا مصدق، 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 فاخذ رأسك كرة ورأس العصفور، اخرج يا مصدق، اخرج يا مصدق، اخرج يا مصدق، اخرج يا مصدق، اخرج يا مصدق. حضرة الدكتور مصدق. عفوا يا سيدي. ماذا هناك؟ جنرال أفشار طوس، ماذا تفعل هنا؟ حضرة الدكتور، لم يعد هذا المكان آمنا بالنسبة إليك، حياتك في خطر، مجموعة من الأوغاد قد يقتحمون البيت في أي لحظة. دكتور، عليك أن ترافقني لتخرج من هنا. ولكن إلى أين؟ سيدي، ستذهب إلى مقر الجيش ريثما تهدأ الأوضاع. أسرع بالله عليك. أخرج يا مصدق، 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 أخرج يا مصدق. لقد رأيته، أخرج يا مصدق، إنه يحاول الهرب، علينا أن نمسك به، فلنمنعه من ذلك. اسمع يا مصدق، أتينا لاصطحابك لكي نحضر صاحب الجلالة. نحن نريد الشاه، نحن نريد سيدنا فقط. أغلق فمك، منذ متى أصبح أوغاد طهران عيونا لجلالته؟ اذهب وقم بعملك. هذا صوت أفشار طوس؟ إنه بعينه. أفشار طوس أحمق، أنت الذي تأخذ أوامرك من صاحب الجلالة. هل تقف في الأعلى لتنوح على نفسك وتبربر وتثرثر؟ سأتي بنفسي وأقطعكم إربا إربا. اخلعوا الباب، اخلعوا هذا الباب. الموت لمصدق، 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 الموت لمصدق. جيد جدا، لن يحدث أفضل من هذا. جرى الآن إثبات قدرتك للحكومة، وحان الوقت كي تعلن أنك عدلت نهائيا عن قرارك بالسفر. لماذا؟ ألم يكن من المقرر أن تحرض الناس في جميع المدن وتسحب البساط من تحت أقدامه؟ يبدو أن مجموعة معينة تتسرب إليها ما نخطط له، وخصوصا كشاني. وعندما رأينا أن الأوان قد فات، قررنا حينها البدء بالعمل مع شعبون وعصابته. لكن يا للخسارة، السمكة هربت من الشبكة. مع قتل رئيس الوزراء الذي يحميه كشاني، كنا سنحسم أمر النهضة بالتأكيد. مع كل ذكاء وحنكة مصدق، هو لم يفهم ما كنا قد خططنا له. حضرة رئيس الوزراء، هذا هو ملف شعبان جعفري سيدي. يا له من تافه وحقير، ألقوا القبض على شعبان جعفري. حاضر سيدي. أيها الرئيس، لقد قبضت الشرطة.
نوري. نوري. حتى الآن لا أستطيع أن أفهم سبباً لكل هذا الانحناء والوقوف. يعني إن لم يفعل هكذا فالله لن يرضى بعبده؟ هذا الدين نفسه هو الذي يسبب لنا التخلف. يوم أتيت لخطبتي كان رأيك غير هذا. عندما كنت تقف كنت تقول يا الله. عندما كان يرفع الأذان كنت تقول يتغير حالي الآن. لما أصبح الدين يقف بوجه تقدمك؟ حسناً، إنني أرى الدول الأخرى، الاتحاد السوفيتي مثلاً. كيف يمكن لكاردينال أن يقف شامخاً مرفوع الرأس؟ فليوسف يقوم بتدميره. ستالين لا يعلم أن الإيرانيين لن يصبحوا شيوعيين ولو على أرواحهم. سأعطيك كتباً لتقرأيها وتفهمي ما يدور في عالمنا اليوم. أتقصد الكتب التبشيرية التي تتحدث عن الحزب الشيوعي؟ في بادئ الأمر كنت مثلك، ثم تعرفت على الحزب وكنت مراسلاً لمدة في صحفهم. اطلعت على أفكارهم وبرامجهم. أدركت عندها إن وقع حدث جيد لهذه البلاد فسيتيسر بمساعدة الحزب الشيوعي. واضح من قائدكم ستالين هذا كيف تقع الأحداث الجيدة في بلده. لا يمضي شهر حتى يعدم كاتب أو شاعر أو فنان بالرصاص. أمير خسرو، لقد تغيرت كثيراً. ألو؟ ألو عزيزتي. أهلاً أخي. تعالي إلى المستشفى، حال أمي ليس جيداً. أمي؟ في المستشفى؟ ماذا حدث يا أخي؟ ماذا حدث يا أخي؟ حالها سيء، فقدت وعيها بالكامل. ماذا يعني هذا؟
عمي، أليس من الأفضل أن نجلب طبيبا لأم الغالية؟ إنه أفضل من أن نجلس هنا. صدق الله العلي العظيم. أمير خسرو، فلنذهب إلى الديوان لنتكلم. نظراً للظروف السابقة، فنوري بحاجة لعطفك أكثر من أي وقت مضى. كنت أريد أن أحدثك عن أفعالها السيئة منذ مدة، وهي تعاكسني وأيضاً تخالف أعمالي بشتى الذرائع. نوري ليس لديها مشكلة بالعمل كصحفي. إن كان المرء يود أن يصبح مراسلاً فيجب أن يدعمه حزب ما. أي حزب تعني؟ حزبي هو الحزب الشيوعي، يجب العمل لمصلحة الجماهير. هذه كلها شعارات، يجب النظر في سجله كيف هو. سجله واضح، هو نفسه. لاحظ، نحن الآن لسنا في مجال البحث السياسي. إن الشيء الوحيد الذي يبقى لك في هذه الحياة هو زوجتك وحياتك، لا تلك النشاطات الحزبية التي تقوم بها. نعم. زنش تلفیقی از ابریشم و آهن شده. ایران پرست از عاشقان، این گنج های بیشمار، مرزیست پرگوهر ولی با رنج های بیشمار. Thank you.
وطن پیدا و پنهان مانده ما پای فرهنگی کهن با نام ایران مانده خاموشی تاریخ را هوشیار پایان میدهد مدهوشی تاریخ را ایران به شوق زندگی در مرگ رو این تن شده مرد و زنش تلفیقی از ابریشم و آهن شده ایران پرست از عاشقان این گنجهای بیشمار مرزیست پرگوهر ولی با رنجهای بیشمار